مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الثامنة من أساطير، وأسطورتنا اليوم قادمة من عند قوم الأشانتي أو الأشانتيين، وهم مجموعة عرقية قادمة من غانا وساحل العاج. أسطورة اليوم هي العنكبوت أنانسي صاحب الحكاية. تقول الأسطورة أن نيامي إله السماء الرائي والعارف بكل شيء كان جالسا على عرشه في السماء يراقب الناس ويحدد أقدارهم ويكتب القصص، حيث أنه كان يمتلك جميع القصص في العالم ولم يرد أن يشاركها أبدا. في أحد الأيام وبينما كان جالسا في خلوة دخل عليه عنكبوت. استغرب من رؤية العنكبوت فكيف له أن يصعد إلى السماء، لكن صديقنا كان ذكيا للغاية، فكان قد صنع مظلة من خيوطه واستخدم الرياح لتحمله إلى السماء. في بعض الروايات تقول أن أنانسي كان رجل العنكبوت، حيث أن جزء منه رجل وجزء منه عنكبوت، وروايات أخرى تقول أنه كان فقط عنكبوتا. استخدم أنانسي خيوطه لصنع مظلة واستخدم الرياح لتحمله إلى السماء. مشى العنكبوت فوق الغيوم إلى أن وصل إلى عند نيامي، ثم عرف عن نفسه فقال أن اسمه أنانسي، وقال أنه جاء من الأرض قاصدا الإله بمطلب. بقي نيامي صامتا فتابع أنانسي الحديث وقال أن مطلبه هو القصص. كان يريد أن يمتلك جميع قصص نيامي ليشاركها مع البشر لكي ينال احترامهم. ضحك نيامي بصوت عال واطلب من العنكبوت أن يخرج، فلا يمكن له أن يكون قادرا على دفع ثمن القصص. رفض أنانسي الخروج وأصر على سماع مطالب الإله، فرد عليه وقال كيف لك أن تنجح وقد فشل من قبلك ملوك المناطق الكوكوفو وملوك البكواي وحتى ملوك الآسو مانجية. لكن إصرار العنكبوت أثار فضول نيامي، فكيف لحشرة صغيرة أن تجتاز مطالب الآلهة واختباراتها وتدفع ثمنا باهظا لممتلكات تخص معشر الآلهة؟ بعد تفكير وجيز أراد نيامي أن يختبر أنانسي من باب التسلية، فهو على يقين من فشله، فقال له حسنا إذا أردت أن تحظى على القصص عليك أن تحضر لي أخطر الوحوش في العالم، أولها أنيني الثعبان العملاق، ثانيها دبابير الموروبو، ثالثها السبع أوسيبو، وآخرها إحدى جنيات المواتية. بدون أي تردد وافق أنانسي على مطلب نيامي، ثم بدأ برحلته على الفور. عاد أنانسي إلى منزله وجمع أفراد أسرته وأخبرهم ما جرى، ثم شاورهم وطلب مساعدتهم في التخطيط. ردت عليه زوجته آسو وقالت أن عندها حيلة للإمساك بالثعبان الكبير، ثم طلبت منه أن يذهب إلى الحقل المجاور ويجمع أغصان النبات اللين، ففعل ذلك. ثم أخذته وذهبت عند النهر قرب جحر أونيني، وافتعلت نقاشا حادا مع زوجها عن طول الثعبان وحجمه. بدأت بالصراخ أنه لا يمكن أن يكون الثعبان أكبر من حجم جذع الشجرة المقطوعة على الأرض بجانبهم، فرد عليها أنانسي بصوت عال أنها لا تعي ما تقول، فأونيني يستطيع أن يبتلع أي شيء بلقمة واحدة. نجح الجزء الأول من الخطة، وخرج أونيني من جحره ونظر إليهما، فقال أنانسي له أن زوجته تظن أن الثعبان العظيم أقصر من جذع الشجرة. أثار النقاش فضول أونيني وطلب من العنكبوت أن يقيس جسده بعد أن تمدد بجانب الجذع. هرع أنانسي وطلب من الثعبان أن يبقى في مكانه إلى أن ينتهي، وما إن اقترب منه إلا وبدأ بلف الأغصان اللينة مثبتا إياه في مكانه. بعد أن انتهى اقترب من الثعبان وقال له أنت فعلا أطول من جذع الشجرة، فرد الثعبان ممتاز أنزل تلك الأغصان عني ودعني أذهب. ضحك العنكبوت وبدأ بلف شباكه حول الأفعى ثم قال للأسف لا أستطيع،
فأنت ملك لإله السماء. ثم حمله وصعد إلى عند نيامي. استغرب نيامي عندما دخل عليه أنانسي حاملا الثعبان، لكنه لم يبدي ذلك له. في اليوم التالي بدا القلق واضحا على وجه العنكبوت المخادع، فلم يجد أي حيلة للإمساك بالدبابير. فكرت آسو قليلا ثم قالت له: يجب عليك أن تسجنهم داخل قرعة كبيرة. استغرب من الخطة، فتابعت آسو وقالت: أحضر قرعة من الحقل وأفرغها من البذور، ثم املأها بالماء وخذها إلى أقرب عش دبابير الموبورو وافتعل عذرا لكي يدخلوا إليها. الدبابير كانوا أخطر بكثير من الثعبان، فأولا هم كثر، وثانيا هم عدائيين. ولكن فعلا عند وصوله إلى منطقة الدبابير أخذ ورقة موز وملأها بالماء، ثم صعد إلى الشجرة وسكب الماء على نفسه وعلى منزل الدبابير، فخرجوا غاضبين، وحين رأوه انقضوا عليه، لكنه استوقفهم وقال لهم أنها تمطر، واستشهد بورقة الموز المبللة وجزته المبلل أيضا، ثم عرض على الدبابير أن يختبئوا من المطر داخل القرعة التي بجانبه. فكر الدبابير ثم شكروه على كرمه ودخلوا، ما إن صاروا بالداخل إلا وأغلقها وأخذها إلى نيامي. استغرب نيامي مجددا من حنكة العنكبوت، لكنه لم يبدي إعجابه وذكره بالمهام الباقية. عاد أنانسي إلى منزله وبدأ بالتخطيط على الفور. جلس مع زوجته وبدأ بالتفكير. في المساء ذهب إلى الغابة وتتبع آثار السبع أوسيبو إلى أن وجده نائما فوق إحدى الأشجار. بعد أن حدد مكانه بدأ بحفر حفرة كبيرة أمام الشجرة، ثم غطاها بالأعشاب وأوراق الشجر، وبعدها عاد إلى منزله. في صباح اليوم التالي رجع إلى الغابة إلى مكان الحفرة بالذات، ولفرحته نجحت الخطة. رأى السبع في أسفل الحفرة يمشي ويلف في المكان الضيق، وغضبه كان واضحا من زمجرته. اقترب أنانسي منه وسأله: ما الذي حل بك؟ غضب من السؤال وزمجر قائلا: ما رأيك؟ لقد وقعت في هذه الحفرة أول الصباح وأنا الآن عالق. رد عليه أنانسي فقال: يجب أن يكون هذا درسا لك. غضب السبع أكثر، ولكن هدأه أنانسي عندما قال له أنه سوف يساعده. قال له أنانسي أنه سيدلي خيطا حريريا من صنعه، ولكن بسبب ضعف الخيط عليه أن يلفه حول نفسه عدة مرات. وافق أوسيبو وبدأ بلف خيط العنكبوت حول نفسه، ولم يلاحظ أن الخيوط كانت لزجة ولاصقة، وأصبح حول السبع كرة من الخيوط تمنعه من الحراك. بدأ العنكبوت بسحبه من الحفرة، وبعد أن انتهى وأصبح أوسيبو خارج الحفرة طلب منه أن يخلصه من الخيوط الملتفة حول جسده. بكل براءة نظر إليه أنانسي وقال: لا أستطيع، أنت الآن ملك إله السماء. ثم حمله وأخذه لعند نيامي. لم يستغرب نيامي عندما رأى العنكبوت في السماء مختالا بإنجازاته. قبل السبع وذكر أنانسي بآخر وأصعب مهمة، ألا وهي الإمساك بإحدى جنيات المواتية. عندها فقط محى العنكبوت المحتال الابتسامة من على وجهه، فهذه الجنية كانت خفية، لا يمكن لأحد أن يراها إلا إن أرادت ذلك. لا أحد يعلم أين تعيش أو كيف تقضي يومها. عاد إلى منزله عاقدا حاجبيه بالتفكير. شارك آسو المشكلة، وكعادتها أعطته الحل المناسب، فقالت: بدلا من أن تذهب إليها دعها تأتي إليك. لمعت في رأسه فكرة وهب إلى العمل بها على الفور، فأحضر قطعة من الخشب وصنع منها دمية جميلة وواقعية الشكل تكاد تخطئها لإنسان حقيقي. ثم ذهب إلى الحقل وعاد بسلة مليئة بالبطاطا الحلوة، سلقها وقام بعجنها وصنع الإيتو منها، وهو طبق غرب أفريقي. ثم وضع الطعام بطبق وشكل الدمية لكي تحمله،
ثم عاد إلى الحقل باحثا عن شجرة صمغ. بعد أن وجدها استخرج الصمغ وغطى الدمية به، ثم وضعها في وسط الغابة أمام شجرة الأودوم، حيث أنه من المعروف أن الجنيات عادة ما تجتمع أمامها. وضع طبق الإيتو بين يديها، ثم ربط خيوطه الحريرية بأطرافها ورأسها وانتظر مختبئا بين الأشجار. مكث طويلا لكنه لم يمل، إلى أن جاءت الجنية بعد أن شمت رائحة الطعام الشهي. اقتربت من الدنيا ظنة أنها طفلة، وطلبت منها أن تشاركها الطعام، حيث أنها كانت جائعة جدا. باستخدام خيوطه هز رأس الدنيا موافقة، فاقتربت الجنية من الطبق وبدأت بالأكل بنهم إلى أن شبعت. بعد أن انتهت شكرت الدمية على الطعام، لكن أنانسي لم يحرك الدمية أبدا، فشكرتها مجددا لكن بصوت مرتفع، لكن مجددا لم تجد أي رد. في غضبها اقتربت من الدنيا وصفعتها، ولمفاجأتها لصقت يدها في وجه الدمية. حاولت سحبها لكن لا جدوى، وفي موجة غضب أخرى صفعت الدمية مجددا باستخدام يدها الثانية، ولكنها الآن أصبحت عالقة، فحاولت أن تحرك جسدها للأمام والخلف، لكن كلما تحركت أكثر كلما التصق جسمها بالدمية أكثر. بعد أن علقت ولم يعد هنالك أي مجال للهرب، ظهر أنانسي وما إن رأته إلا واختفت. طبعا فات الأوان، فالآن أنانسي يعلم أنها عالقة على الدمية حتى وإن لم يراها. ضحك بصوت عال وبدأ فخورا بنفسه إلى أقصى الحدود. على الفور حمل الدمية والجنية باستخدام خيوطه الحريرية وذهب إلى إله السماء نيامي. عندما رآه نيامي والجنية بحوزته أبدأ إعجابه بنجاح وإصرار العنكبوت، ثم جمع معشر الآلهة وعرض غنائم أنانسي عليهم، ثم أعلن أن جميع القصص من الآن وصاعدا ستكون للعنكبوت المخادع أنانسي وستحمل اسمه للأبد. عاد أنانسي إلى منزله محملا بالقصص وقرأها مع زوجته كلها. عندما انتهيا قررا توزيعها على العالم لكي يسعد الجميع بها. وهكذا نكون قد حصلنا على قصصنا جميعها. إلى هنا انتهت الأسطورة. عندما كنت أبحث عن معلومات عن أنانسي وأفعاله، وجدت أن أساطير الشخصيات المخادعة هي نوع خاص ومحدد من الأساطير. الأسبوع قبل الماضي تحدثنا عن لوكي وعن شخصيته التي ليست شريرة بالضرورة، إنما محتالة ومخادعة. وشخصية أنانسي تقع تحت نفس التصنيف. لأنانسي الكثير من الأساطير في الميثولوجيا القادمة من غرب أفريقيا. ذكره بدأ مع سكان غانا الأشانتيين، ومن هناك انطلقت حكاياه إلى مناطق مختلفة من القارة الأفريقية، ثم إلى جزر البحر الكاريبي وشمال وجنوب أمريكا. بعض المصادر تعطينا منشأ مختلفا تماما للبطل، فبدلا من كونه عنكبوت أو رجل عنكبوت، إحدى الروايات تقول أن أنانسي كان ابن إله السماء وآلهة الأرض، وعلى حسب هذه الرواية كان ذكيا جدا وحكيما وقادرا على أن يحول نفسه ليصبح على هيئة أي مخلوق يريد. عالم الميثولوجيا ديفيد ليمينغ يقول عن هذا النوع من الشخصيات: شخصية البطل المحتال هي في نفس الوقت حكيمة، بلهاء، مخادعة ومضحكة. المخادع يكون دائما ذكر، مثير وغير أخلاقي. هو خارج عن السيطرة وغالبا ما يتخذ هيئة أحد الحيوانات، لكن في النهاية نعلم أنه حاذق ومبدع وبطريقة ما مساعد للبشرية. هذا التعريف ينطبق تماما على شخصية أنانسي ولوكي. لأنانسي أثر كبير على ثقافة العالم بشكل عام والثقافة الغرب أفريقية بشكل خاص. في مجلات مارفل ودي سي الكرتونية
تم ذكر أنانسي أو استلهام أكثر من موقف منه. من الشخصيات المشهورة التي استلهمت منه كانت شخصية السيد نانسي من المسلسل الأمريكي American Gods أو الآلهة الأمريكية. يوجد أيضا العديد من الكتب والبرامج والألعاب المستلهمة منه. أهمية أنانسي ليست فقط في قيمته الروحانية أو شهرته، بل في مساعدته على النشر والحفاظ على ثقافة شعب الأشانتي. عند استعباد سكان غرب أفريقيا على يد المستعمرين، تابع ضحايا تجارة العبيد عبر الأطلسي تناقل قصص أنانسي شفهيا. وعبر السنين تم الاحتفال به كمثال للبطولة والعنفوان بفضل ذكائه وحنكته. يعتقد بعض الباحثين أن أنانسي لعب دوراً مهماً في مساعدة ضحايا تجارة العبيد بإعطائهم إلهام للمقاومة والدفاع عن نفسهم، وساعدهم بالحفاظ على هويتهم مهما حاول الآخرون طمسها. بسبب ذلك يوجد بعض الاختلافات بين القصص القادمة من غرب أفريقيا والقصص القادمة من جزر البحر الكاريبي. يجدر بالذكر أن أفضل توثيق لهذه القصص يأتي من جامايكا، حيث أن أكبر نسبة من سكان البلد من أصول أشانتية. آمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بحلقة اليوم. لا تنسوا أن تشاركوها مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير،